لنا. لكن خليني برضو عشان الاسئله ايه ما تبقاش في المعلقه في الهواء. انا معايا دكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري. دكتور صلاح اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا دكتور محمد وتحياتي لكل من يتابعك. اهلا بيك. دستوريا يا فندم عندما يغيب رئيس الوزراء للمرض المفروض التصرف يبقى ازاي؟ هو مبدئيا واولا وقبل كل شيء تمنياتنا الشفاء العاجل لدولة رئيس مجلس الوزراء ويعود سالما غانما ان شاء الله. ان شاء الله. يا دكتور محمد انا شرفت ان انا كنت مع سيادتك في برنامج بتاع حضرتك وتحدثت عن ان الدستور فيه بعض المواطن ممكن بحاجه الى يعني تعديلات. فيما يتعلق بقى بالجزء المتعلق بالحكومه الدستور لم يواجه فرض الغياب، انما نلتجئ في هذه الحاله الى ما يسمى بالمبادئ الدستوريه غير المكتوبه. المبادئ الدستوريه غير المكتوبه فيها ما يسمى بالانابه، يعني في حلول، في انابه، في تفويض. طبعا السيد رئيس الجمهوريه بيملك انه يتفوض بس سلطاته هو الى بعض من الوزراء او الى السيد رئيس مجلس الوزراء. انما الانابه ان رئيس السلطه الاعلى تكلف سلطه ادنى بان هي تتولى مهام رئيس الوزراء، فاذا بمقدور السيد رئيس الجمهوريه وصلاحياته السياسيه والدستوريه ارتكانا للمبادئ الدستوريه العامه غير المكتوبه ان يكلف احدا من الوزراء باداره بالانابه لاداره اعمال مجلس الوزراء، اخذا في الاعتبار ايضا الماده 149 من الدستور تعطي الحق لرئيس الجمهوريه في انه يوجه الدعوه للحكومه ويتولى رئاسه الاجتماع. بالقطع هذه الامور كلها بتنبني من قاعده ديمومه سير مرافق الدوله بانتظام واضطراد. صحيح. طبعا في الامر ده كان محل اهتمام يا دكتور محمد بيه لجنه الخمسين فيما يتعلق بمنصب الرئاسه. يعني منصب الرئاسة يعني إذا خلى منصب الرئيس لأي سبب دائم أو عارض اهتموا بيه، لكن ما اهتموش بمنصب رئيس الوزارة. بالظبط. جت المادة 160 قالت إذا كان في مانع مؤقت عن رئيس الجمهورية، يعني مثل مسافر يحضر أمم المتحدة أسبوع ولا حاجة، فيبقى مين؟ رئيس مجلس الوزراء. إنما في حالة خلو المقعد لأي سبب بقى، الاستقالة والوفاة إلى آخره، يحل رئيس مجلس النواب. مجلس النواب مش موجود برئيس المحكمة الدستورية. لكن فيما يتعلق بمجلس الوزراء لم يتطرق الدستور لهذا احنا قلنا عشان كده محتاجين إعادة نظر في شوية حاجات كده يا دكتور. يعني هذا الأمر بشكر حضرتك جدا على هذا الإيضاح أستاذنا الدكتور صلاح فوزي. يعني الدستور ما حددش، فيبقى الأمر لرئيس الجمهورية، وغدا نعرف من يكلفه بالقيام بأعمال المهندس شريف إسماعيل.